السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسيح دجال هو عدو من أعداء المسلمين في الأرض، وهو من علامات القيامة الكبرى. هو يخرج من قرى أصفهان وهي مدينة اليهود، ويأتي من أبوين كبيرين، أبوه له أنف كبير كالمنقار. ينجبه بعد فترة انقطاع عن الخلف والإنجاب 30 عاما، لا يولد له طفل، فينتهي بإنجابه للمسيح الدجال. المسيح الدجال هو شخص ربع القامة، أي وسط، لا طويل ولا قصير، عريض وسط قوي الجسم، أشقر، شعره أجعد، عينه منسوحة، أي نصرة منسوحة، وهو ليس متوحش الشكل، بل رجل قوي. ويظهر على يديه المعجزات، مثل إخراج الكنوز من الأرض، وإنزال الماء، وتسخير الشياطين لخدمته. فيأتي أحدهم فيقول له: هل لو أعدت لك أبيك من الحياة هل ستتبعني؟ فيقول له: نعم. فيأتي شيطانان يخدمونه فتمثلون على هيئة أبيه، فاتبعوه الرجل، فيكون من أهل النار. ويأتي القرية فيكونون في حالة ملحة من الفقر والعوز، فيقولوا لهم: هل تتبعونني؟ فإذا رفضوا ظلوا على فوقاتهم وحقرهم، وإذا اتبعوه أنزل عليهم المطر، وأخرج عليهم الكنوز، وأخرج لهم الطيبات من الشهوات ومما يريدون. وهو ينقص الأرض يوم كشهر، ويوم كسنة، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه سنة مما تعد الناس كبقية الأيام، مثل الأيام العادية. وهم علامات ظهوره، العلامة الحاسمة على ظهوره هو ظهور الجفاف العالمي. فعند ظهوره يكون قحطا شديدا، ففي العام الأول تخسر الأرض ثلث مائها وثلث نباتها، وفي العام الثاني تخسر أرض الثلثان، وفي العام الثالث تخسر أرض كل مطرها وكل نباتها، فتكون السماء كالزجاج، فتكون الأرض كالنحاس من شدة الجفاف وشدة الحر. فيكون الناس في ضيق شديد، ويكون الأخلاق في انحطاط، وتكسر الحروب، ويظهر فيهم المسيح الدجال، فيتبعوه الطعام، أي كل ما يهتمون به في الدنيا هو المال والطعام. وكل كافر يتبعه مجرد أن يسمع اسمه أو يعرف ظهوره، فتكون فتنة ويهلك فيها الناس، ويكون كثير من أهل النار. يدخل العالم كله ويطوفه إلا مكة والمدينة، فيرى فيحرسها ملكا شديدا على كل أطرافها، فيقوم بضرب أطرافها، فيخرج منها كل كافر ومنافق منها، ويبقى فيها المؤمنون فقط، حتى ينزل عليه المسيح عيسى بن مريم فيقتله، فيهرب منه إلى القدس فيقتله هناك، فيذوب كما يذوب الملح ويختفي. فيحكم عيسى بن مريم العالم 40 عاما، يحد فيها العدل والرخاء والسلام، حتى تزول خلافاته، وحتى يأمن الخراف على نفسه من الذئب، ويلعب الطفل مع الأفعى من الآمان.